عدد الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية تقف على أرض صلبة وقادرة على تخطي كافة التحديات وعبور الأزمات التي يمر بها العالم أجمع. كما شدد الرئيس السيسي خلال كلمته في حفل تخرج طلبة الكليات والمعاهد العسكرية على أن الأوطان لن تتقدم وتعبر مشاكلها سوى بتحقيق الأمن والاستقرار. المرحلة ديت اللي احنا موجودين فيها وكانت صعبة علينا كلنا، ولكن بفضل من الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله هنعبرها بخير وسلام. وأتصور إحنا كلنا متابعين كل المصاعب اللي موجودة مش عندنا في بلدنا بس، في الدنيا كلها. لكن زي ما قلت كده، الأزمة بتاعت كورونا اللي استمرت سنتين تقريبا عبرت بسلام بأثرها يعني، لكن عبرت بفضل الله سبحانه وتعالى. والنهاردة احنا موجودين بنقول خلاص، يعني احنا نقدر نقول ان الموضوع ده يعني أثره بقت يمكن التعايش معه. برضو الأزمة اللي احنا موجودين فيها ديت حتى لو كانت لها أثر صعب علينا دلوقتي، لكن أزمة وحتنتهي بفضل الله سبحانه وتعالى. اللي تبقى البلاد، يبقى الاستقرار، يبقى الأمان، يبقى السلام. لأن بالمناسبة ما فيش بلد هتتقدم في الدنيا وتعبر مشاكلها إلا بالأمن والاستقرار. وأتصور إن إحنا، وأنا مش هكرر ده كتير، لكن أنا اتكلمت في المسألة دي كثيرا قبل كده وقلت لكم إن إحنا المشاهد اللي بنشوفها حوالين مننا بتؤكد حاجة واحدة بس، إن الجهد اللي بيتبذل مش بس من رجال الجيش والشرطة، من كل مواطن مصري للحفاظ على الدولة ديت، الجهد ده جهد مشكور جدا جدا، وهو اللي بيخلي 104 وأكتر اللي موجودين على أرض مصر عايشين وفي أمل في بكرة. كل المصاعب اللي موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى هنعبرها وإحنا في خير وبخير. و أقدر أقول إن إحنا يعني واقفين برضو على أرض صلبة، ما عندناش تحديات كبيرة قوي زي بلاد أخرى. ليه؟ عشان بس الأمن والاستقرار اللي موجود في مصر نقدر من خلاله نعمل أي حاجة. أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الولايات المتحدة تعد شريكا أساسيا لمصر منذ بدء الأعداد لاستضافة مؤتمر المناخ، مشيرة إلى أن مصر حرصت قبل انعقاد المؤتمر على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة وحزمة مشروعات تربط بين مجالات الطاقة والغذاء والمياه. ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لمناقشة التعاون الثنائي في مجال دعم البيئة، واستضافت مصر لمؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر القادم. كما دعت وزيرة البيئة الجانب الأمريكي للتعاون المشترك لصياغة نموذج للتكيف يقدم مثالا للعالم في آلية التنفيذ خلال مؤتمر المناخ. ألقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة كلمة مصر خلال فعاليات القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا التي تعقد بالعاصمة الكازاخية أستانا على مدار يومي 12 و13 من أكتوبر الجاري. أكد وزير التجارة الدور الهام لمنظمة سيكا في تحقيق السلام والأمن بقارة آسيا وتحقيق الاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي، وتقدير مصر للجهود الكبيرة لكازاخستان في إنشاء المنظمة ودعم التزاماتها ببناء الثقة بين الدول الأعضاء، مشيرا إلى ترحيب مصر بتدشين مفاوضات بناءة وشاملة وشفافة بشأن تحويل المنظمة تدريجيا إلى منظمة إقليمية دولية من خلال إطفاء الطابع المؤسسي عليها وتعزيز قدراتها. أكد اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ السياسات الوطنية نحو تبني استراتيجيات تساهم في مواجهة المتغيرات المناخية والحد من الاحتباس الحراري، فضلا عن جهود دعم التكيف مع المتغيرات المناخية. جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في جلسة لمناقشة ملف التغير المناخي وتحقيق العدالة المناخية بمؤتمر قمة المدن والحكومات المحلية بكوريا الجنوبية. كما أشار وزير التنمية
التنمية المحلية إلى أن الحكومات المحلية تلعب دورا فاعلا في تحقيق أهداف الأجندة العالمية للمناخ من خلال توطين سياسات التكيف والتخفيف على المستوى المحلي أو إشراك المواطنين. أثنى البيان الرسمي الصادر عن اجتماع الوزراء والمحافظين لمجموعة الدول 24 الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية على المنصات الوطنية التي تهدف إلى تحفيز التمويل المناخي، مشيرا إلى أن هذه المنصات يمكن تكرارها في العديد من الدول بهدف تنشيط العمل المناخي والتحول الأخضر. كما دعت مجموعة 24 المجتمع الدولي لوضع أجندة عاجلة وطموحة خلال مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ من أجل توسيع نطاق مصادر التمويل الميسر والمنح وزيادة التمويلات المتاحة من بنوك التنمية متعددة الأطراف وتحفيز الاستثمارات الخاصة للتوسع في جهود التكيف والتخفيف والانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.